أحول الطقس المرتقبة لنهار الغد، فالأجواء ستبقى ملبدة بسحب كثيفة سفلى مرفوقة بأمطار، احتمال أن تكون رعدية هذا على المرتفعات الداخلية وحتى السواحل الوسطى، نشاط رعدي على السواحل الشرقية. بالجنوب الجزائري سيمتد النشاط الرعدي، احتمال دائما أن يكون مرفوق ببعض الأمطار بشمال الصحراء، منطقة الواحات، مناطق الجنوب الغربي للوطن، لكن هذه الأمطار ستكون أكثر استمرارية ورعدية فيما يخص برج برجي مختار إنسان. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا ستنخفض، مقاييس ما بين 16 إلى 20 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 25 بشمال الصحراء، 30 درجة بأدرار، 29 بإن صالح، 22 درجة بمرتفعات الهجار وتاسيدي، و 27 درجة بأقصى الجنوب. ظهيرة الغد بحولي لها الحرارة القصوى، إذا تتراوح ما بين 27 إلى 28 درجة بالمدن الساحلية، 23 درجة بباتنا، 26 بقسنطينة الصيف، 24 بالجلفة، 25 درجة بتيرت والبيض، لن تتعدى 34 بشمال الصحراء، 42 درجة بإليزي، 43 بأدرار، إن صالح 37 بتنرست وجنت، لتقارب إذا 40 درجة بأقصى الجنوب. للملاحة والصيد البحري، عموما البحر سيبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى والشرقية، 30 كيلومتر على السواحل الغربية. هذا بالنسبة لنهار الغد. بالنسبة للأيام القليلة القادمة، إذا يوم الجمعة سحب كثيفة ستنتشر على المناطق الغربية وحتى الوسطى مرفوقة ببعض الأمطار المتفرقة، هذا على المدن الساحلية بالسواحل والمرتفعات الداخلية، نشاط رعدي بمنطقة الواحات وحتى بالصحراء الوسطى. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 30 بشمال الوطن، 32 درجة بشمال الصحراء، 42 درجة بأقصى الجنوب. يوم السبت بحول سحب كثيفة دائما تبقى منتشرة بالنسبة للمدن الساحلية، نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا فيما يخص المرتفعات الداخلية الغربية. بالجنوب الجزائري استقرار تام للوضعية الجوية حتى درجات الحرارة القصوى تبقى مستقرة بالشمال وبالجنوب. بداية الأسبوع القادم بحول الله سنشهد إذن تساقط لبعض الأمطار، دائما ستكون من حين إلى آخر، هذا على المناطق الغربية والوسطى، نشاط رعدي على المرتفعات الداخلية الشرقية. هذه الأمطار ستمتد إلى شمال الصحراء، لكن الأجواء مشمسة تماما بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي للوطن، بالصحراء الوسطى، أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى ستشهد نوعا ما انخفاض، إذن مقاييس ما بين 24 إلى 28 درجة بالمدن الساحلية، 30 على المناطق الداخلية، 32 بشمال الصحراء، و 42 درجة بأقصى الجنوب.